أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: كنت طالبة في مدرسة ثانوية قبل 6 سنوات، وقد استعرت من مكتبة المدرسة كتابا اسمه المنجز، وعند تصفحه وجدت فيه صور محرمة تحت اسم عيسى عليه السلام والعذراء مريم، حتى أنني وجدت صورة نسبت لله تعالى عن ذلك. ثم ما أعدت الكتاب إلى المدرسة جهلا مني وسوء تصرف، وبقي معي الكتاب مدة حتى هذا اليوم، وأنا الآن في بلد آخر وقد بدأت السبل لإرجاعه إلى المدرسة. السؤال: ما الواجب علي وكيف أغير هذا المنكر؟ هذا المنجد المعروف أنه من صنع نصراني مسيحي، نصراني ليس مسيحيا، يقال نصراني من نصارى لبنان، من نصارى لبنان من العرب الذين في لبنان، هو الذي عمل هذا المنجد وذكر فيه هذه الأقوال الباطلة والمعتقدات الباطلة على مذهب النصارى لأنه نصراني، ولا شك أن فيه دسا كثيرا على الإسلام وفيه خرافات الشر، وهو بزعمه أنه صنفه لأجل اللغة العربية، ولكنه دس في هذه الأمور وهذه المعتقدات التي لا علاقة لها باللغة، ولكنهم هم دعاة شر يستغلون الأشياء للدعاية أو للدعوة إلى مذهبهم الباطل. فاستغل هذا المنجد الدعاية لمذهب النصرانية والتثليث وأن عيسى هو الله أو ابن الله على معتقد النصارى. فالكتاب فيه مادة لغوية وفيه مادة دعوية لمذهب النصارى، وإذا استطعت رده إلى أهله فرده إلى أهله إن كانوا مسلمين، فتبين لهم ما عليه من الملاحظات، إن كان أهله مسلمين تبين لهم ما على الكتاب من الملاحظات، أما إن كانوا كفارا فليس بعد الكفر ذنب، رده عليهم وهم يستحقونه.